للاشتراك في قناة ديسكو امين تي في. مرحبا بكم في ديسكو امين تي في داخل وخارج الوطن. تعزية ومواساة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة المرحوم السي أبو بكر الجرادي الصبر والسلوان وكل أفراد الأسرة كل باسمه. زيارته لأبي المرحوم الحاج محمد بن مازن الدرب الجديد زيارة تفقدية بكل مودة وإحسان، فكان رجلا مثاليا وكان في خدمته رجال برشيد. كان يطلق عليه السي أبو بكر الفيدي بفراقه الأبدي. اللهم جدد عليه الرحمات واغسله بالماء والتل ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Thank you.